يلا يا اخوان نداء اخير على الميدان. اسمع فين هذا المعلم؟ ايضا سيف النصر مع الخيال السالم العقبي، سيف النصر بن الفحل بغداد الام الكحيله، المالك صالح المجبل، المدرب مصطفى حشرات مع الخيال ابو ادم، الخيال العريق صاحب التجربه والخبره سالم العقبي. نواز النور ايضا على صهوه الرونق. زنور وكما ذكرنا في كل سباق اكتشافات الموسم، هذا الخيال الواحد زنور على صهوة رونق بن سلطان الام سلطانه، الملك فادي ابو ليل والمدرب ايضا معنا، ايضا البارح حصان معروف صاحب الانجازات، الحصان البارح ابن الفاحل الباشق الام الكحيله، المالك غازي قدري، المدرب والخيال ابو الليل. يلا حبايبنا باقي المشاركين شدوا حالكم. هي ايضا ماريا ابن الفاحل ابن ويستون الام شحروره، المالك والمدرب عبودي قدح، الخيال المحلي عادل ابو زهره ايضا من نجوم هذا الموسم واكتشافات ميدان البطوف، كفر مندى الخيال عادل ابو زهره ابن كفر مندى على صهوه ماريا. معلم مين؟ ما هي دموع شاركت معنا بالسباقات السابقة، آخر سباق شاركت به حصلت على المرتبة الأولى، دموع مع خيال أحمد عبود. يلا حبايبنا مع محمد غنايم ساري من عقبي على صهوة سيف النصر، خيول في مراحل التحضير والإحماء مع الشوط الأول. روح له المنظمين المساعدين يا شباب ساعدونا نستعجل قديش بتقدروا بالنسبه للاشواط، عندنا 12 شوط اكثر من 70 راس، الساعه صارت 3 وشي، رجاء كونوا جاهزين والمنظمين ساعدونا على النظام والسرعه. الشوط الثاني كونوا جاهزين، السكب روما مغير برق وزئبق. إذن لحظات ونكون مع إطلاق المجموعة. افتتاحية هذا السباق بعلته السادسة وأولى الأشواط، وفعلا إخواني تنطلق الخيول على بركة الله بهذه المجموعة الأولى وبالمرحلة الأولى. بارح ينتزع الصدارة ويحافظ عليها بالمراحل الأولى مع أبو الليل بالمراحل
المراحل الأولى. الخيول لا تزال بالمراحل الأولى، لا يزال بارح بالمقدمة، يحاول الآن أن يفتح مسافة. بارح مع أبو الليل الخيول خبالة المنعطف الأول، روك مع محمد غنائم بالمرتبة الثانية، سالم العقبي يتقدم الآن على ثورة صيف النصر ما بين المنعطفين. روك مع محمد غنائم بالمرتبة الثانية، سالم العقبي يتقدم الآن على ثورة صيف. أخوان خرجت من الميدان مع الخيال أحمد عبود شباب حبيبنا. إذا هو لا يزال البارح بصدارة الخيول. البارح أمبولانس يا شباب الأمبولانس. إذا البارح لا يزال بالصدارة مع الخيال أبو الليل بمنافسة شرسة مع روك ومحمد غنائم. الخيول الآن بالمراحل الحاسمة والخط المستقيم، لا يزال البارح يحافظ على الصدارة. البارح بمقدمة الخيول مع أبو الليل. البارح بالمقدمة زنور يندفع الآن من الخلف، زنور والبارح يحافظ على الصدارة. زنور يندفع من الخلف والبارح، البارح مع أبو الليل بالمرتبة الأولى. ألف مبروك للبارح، ما شاء الله على هذا الصوت يا أبو الليل. ألف ألف مبروك للبارح على هذا الصوت الشيق. الحج عمر زهرورة من وجهاء كفر مندا والوسط العربي. الكؤوس للفائزين، فضل عم زهير. الحج عمر زهرورة أبو زهير يشرفنا بحضوره اليوم في ميدان كفر مندا. أهلا وسهلا. الظن به البارح ينتزع الصدارة ويحافظ عليها ويكسب المرتبة الأولى بأولى الأصوات. هلا هلا حبيبنا من عالم الجمال وأصحاب الأبطال النونو أحمد تبرين العارض المخضرم أبو جواد من الناصرة وحبيبنا فراس. الليل مين اللي كانت مع زنور؟ الليل. إذا المرتبة الأولى للحصان البارح مع الخيال أبو الليل. ألف ألف مبروك للبارح ابن الفحل الباشق الأمي لكحيلة المالك غازي قدري المدرب الخيال أبو الليل. يعطيك العافية أبو الليل، ألف مبروك للبارح. ألف مبروك، ألف شكر لعم أبو زهير تتويج المرتبة الأولى. مبروك مبروك، بارك الله فيك أبو زهير. الحج عمر زعرورة من وجهاء كفر مندا والوسط العربي، مبروك أبو الليل، مبروك البارح المرتبة الأولى وفاتحة المراتب الأولى لليوم. مبروك ألف مبروك لهبوب الريح المرتبة الثانية، كل الاحترام. مبروك ألف مبروك ليحيى المالك والمدرب. يعطيك العافية سالم زنور عفوا الخيال. ألف ألف مبروك. والمرتب النصر مبروك لسيف النصر، مبروك لصالح المجبل المدرب. ألف شكر للحج عمر زهرورة أبو زهير، شكرا حللتم أهلا ووطئتم سهلا. شكرا لحضورك على الميدان والدعم المادي والمعنوي وكل أنواع الدعم، مشكور الحج أبو زهير بارك الله فيك. من الوسط العربي مشكور، بارك الله فيك. يا هلا يا هلا.